الاستثمار هو وسيلة لتخصيص جزء من أموالك للمستقبل عن طريق توظيفها في أصل أو سلعة أو منتج، مع اعتقادك بأن سعرها سيزداد بمرور الوقت، ويكمن مفتاح الاستثمار في عاملي الضمانات والمخاطرة. في حال استثمارك في الأسهم فأنت تشتري حصة صغيرة في شركة، فإذا كان أداء الشركة جيداً فستربح، وإذا كان أداء الشركة سيئاً فقد لا ينمو استثمارك وقد تخسر الأموال التي تستثمرها. ويمكن أن تتأثر أسعار الأسهم أيضاً بعوامل أخرى مثل العرض والطلب وأسعار الفائدة والاقتصاد على النطاق الأوسع. هناك مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية التي يمكنك الاختيار من بينها. التنوع هو ما يجعل أموالك تحقق عائداً أفضل من النقد على المدى الطويل، لأن الاحتفاظ بالنقد يضعك تحت مخاطر معدلات التضخم التي تضعف القوة الشرائية لأموالك دون أن تشعر. البدء باستثمار أموال صغيرة هي الطريقة الأفضل، خاصة إذا كانت هذه أولى خطواتك في عالم المال.